ان شاء الله شقه دوبلكس في فيلا اس 81 في كومباوند بلاجيو للايجار. اول حاجه هخش على ايدنا اليمين، صاله في التويليت، بعد كده الصالة ريسبشن، بعد كده في على اليمين الأمريكان كيتشن، كده في اوضه بيدروم، ممكن في سريرين، بالفيو بيبص على جنينه وعلى بحيره. برضو في الصالة فيو بيبص على بحيرة. بعد كده تكملة الدور الأول في غرفتين مع حمام زي كده، سويت صغير كده. ادي الاوضه الاولانيه غرفه ماستر، بعد كده الغرفه التانيه، والدواليب كلها في الدوبلكس دوت ان بيلت او بيلت ان بالنسبه لكل الغرف اللي موجوده. وادي التويلت الخاص بالسويت الصغير دوت، وغرفتين السويت، ده بالنسبه للدور الأول اللي في الدوبلكس. هنطلع على الدور الثاني والأخير، يبقى غرفة وحمام والغرفة. هذه الغرفة هنا بقى الدولاب مش بيلت ان، تمام، ده كان دولاب تركيب. اوكي، بعد كده طرقة صغيرة، وبعد كده الحمام الخاص بالروم ديت،
يعتبر كأنه سويت. المفروض فيه الروف كمان، شوف فيه اكسس ولا مفيش.